النهارده هنعمل معانا تحليه سريعه بدون فرن، عباره عن كوبايه كوب شعريه، معلقتين نشا، هنجيب طاسه كده ونحط عليها السمنه وننزل عليها بالشعريه، هننزل بكوب الشعريه هنبتدي نحمرها، عايزينها كلها تبقى لون واحد. هنعمل ايه؟ نحط عليها سنه ملح، سنه ملح دي بتحط على المكرونات وعلى الشعريه عشان اللون يبقى واحد. سنة ملح، ونبتدي بقى نحمر فيه. وارجع لكم تاني بقى لما تكون اتحمرت شوية واوريكم بقى هنكمل بقية الخطوات ازاي. كده اهو تكون ايه اتحمرت معانا، بصوا كل لونها ازاي، كل واحد كلها متحمرة لون واحد. هنبتدي بقى نعمل ايه دلوقتي، هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. بقى هحطها كده على جنب واقول لكم هنعمل ايه بالظبط. هنعمل الخطوه الثانيه، وجبنا حله اهو، هننزل عليها بقى باللبن، اي كيلو لبن، وهننزل باللبن. حطينا اللبن اهو على النار، طبعا احنا مش مولعين عليه، هنحط عليه معلقتين نشا، معلقتين نشا كبار، هنقلبهم كويس. وهنبتدي بقى نولع عليه. هنحط عليه 5 معالق سكر كبار، والسكر حسب ما انتوا عايزين، انا هحط 5 كده، 5 معالق. هنقلبهم اهو في المضرب عشان السكر ده يدوب. وزي ما انتم شايفين كده هننزل بقى بعلبة القشطة اللي احنا محضرينها دي، وهننزل عليها ونقلبها كده. هنحطها على الكريمة. لو عندك اي قشطة بقى من بتاعة اللبن اللي بقى عندنا ده نحطها، ما عندكيش بقى انا جايبة من بره. وكده نكون نزلناها كلها. نقلب كده عشان ما تكلكع، عشان مفيش حاجه تكلكع. زي ما انتم شايفين اهو رجعت لكم تاني، هندهن القارب ده بالسمنه او بالزيت زي ما انتم حابين، وابتدي بقى اوريكم هنعمل ايه. هننزل بقى بالشعريه كده،
هجيب الكريمه وانزل عليها بيها. ونزلنا عليها هي بالكريمه زي ما انتم شايفين كده. واوريكم بقى هنعمل ايه. هننزل عليها بقى باقي الشعريه. شفتوا منظرها جميل ازاي؟ تحلية سريعة ومن غير فرن ومن غير تعب. هنذوقها بقى كده بجوز الهند. وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا. بصوا حطيناها طبعا في التلاجة ساعة. لو عايزين تحطوها اكتر مفيش مشكلة. بصوا شكلها بعد ما طلع بقى عامل ازاي. وهي وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. دلوقتي احنا خليناها ساعة في التلاجة. طبعا عايزين تخلوها اكتر مفيش مشكلة. وهي منظرها اهي. بصوا منظرها عامل ازاي وطعمها بقى ما اقولكمش. طعمها لذيذ قوي. بصوا بصوا منظرها ما اقولكمش بقى على حلاوتها وطعمتها. طعمها حلو قوي. جربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.